بكم في هاشتاغ حلقة واحدة أخرى وجديدة منوعة، نشوفوا وش كاين في جديد عالم مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم معايا ونعودوا نقولوا من جديد. تشوفوا هذا المقتطفات الشيقة في حلقة نهار اليوم من هاشتاغ. اليوم جبت لكم واحد الموقع جديد اللي خاص بالصور، سوقتو شفنا أنه العام 2014 كان مركز على الصور وبالدرجة الأولى على السيلفي. alors c'est pour ça كاين موقع جديد حبيت نوريه لكم، موقع جديد في عام 2015 وشاكم تعرفوا عليها في هذا التقرير هذايا ونعاود نوري لكم من جديد. الصور المتحركة بصيغة GIF تتلقى رواجاً كبيرة في وقتنا الراهن بفضل الدعم الكبير والتقنيات الجديدة المستخدمة، ويمكن للمستخدمين دائماً البحث باستخدام محرك بحث جوجل للوصول إلى أحدث الصور، لكن يمكن أيضاً الاستعانة بموقع Serious.io الذي يوفر شبكة اجتماعية متخصصة في مشاركة هذا النوع من الصور للوصول إلى أفضل المشاركات الممكنة بكل سهولة. بعد الدخول إلى موقع يمكن استعراض الصور الموجودة واستخدام محرك البحث للوصول إلى الصور بعنوان محدد، كما يمكن تسجيل حساب مجاني والبدء بمشاركة الصور مباشرة. نشوفوا هذا الموقع جديد اللي ننصحكم باش تدخلوا له خصوصا عشاق الصور المتحركة. من هذا الموقع هدايا اللي خاص بالصور المتحركة وبيان سور اي صورة تكون شابة وهيلة دايما نديروا لها جيم ولا لايك. وش رايكم باللي علماء ولا الباحثين في الفيسبوك المختصين بالفيسبوك قدروا يحللوا شخصيات الاشخاص ولا مستخدمي الموقع الشهير الفيسبوك من خلال وضع علامات الاعجاب. أكد الباحثون أن ضغطات الإعجاب على شبكة الفيسبوك الاجتماعية يمكن أن تكشف عن الكثير من سمات شخصيات المستخدمين عند تحليلها عبر برامج حاسوبية خاصة. وطور الباحثون وهم من جامعتي كامبريدج وستاسفورد برنامجاً حاسوبياً يستطيع التنبؤ بسمات الشخصيات بناءً على ضغطات الإعجاب اللايك التي قاموا بها على شبكة الفيسبوك. كل شخص يستخدم الفيسبوك وعلى حسب الصور التي يستخدمها يستطيع هؤلاء أن يحللوا شخصيته. كنت تشوفوا كيفاش هاد العلماء ولا الباحثين اللي خاصين في موقع الفيسبوك قدروا يكتشفوا شخصيات تاعنا من خلال الصور اللي نديروا عليهم لايكات ولا جام على موقع الفيسبوك. بيان سور مثلكم توجو مستمرين معنا مع هاشتاغ كاين غير جديد، سورتو جديد تاع الضحك اللي كاينو في الانستغرام غير معايا في هاشتاغ. يا قمر هالليل الليل بانتظارك، الليلة بدون حضورك معتمة. سمي. أين تقع جنوب أفريقيا؟ تقع في الجنوب، اسمها جنوب أفريقيا، يسار جنوب أفريقيا. وين تقع يعني، بالشمال ولا بالشرق ولا بالغرب؟
معاملته مع الناس معاملة ممتازة، ياخذ ويعطي، متكلم، ذر، بيساعد الغير، يزكي، يعمل أعمال خيرية، والتوفيق من الله. الحمد لله. هذا أخافه طقه يروح يشتكي علينا بالمخبر ويسوي لنا سالفة. لكن أنت أنا لما طقك أنت وأنت ولدي ما تقدر تقول لي شيء، ما تقدر تشتكي علي. أخشي لا أشتكي عليك مرة ثانية. أبلة لو سمحتي. أبلة بعينك أنت وياه. لا يكون بس إن شاء الله تحسبوني أكبر منكم، ترى ما بيني وبينكم إلا كم سنة. نادوني باسمي، قولوا فرفورة، يعني أنا اسمي فريدة بس أحب. من عالم الانستغرام وهذه المواقف المضحكة اللي اخترتها لكم، نروحوا للتويتر ونشوفوا شنو هو الهاشتاج اللي دائما نختاروه، اللي هو راهو نشط على موقع التويتر. من بين الهاشتاجز النشطة على موقع التويتر كان واحد الهاشتاج يقولوا له أفكار لازم تتغير. مغردين بزاف غردوا في هذا الهاشتاج هذا، وكل واحد قال رأيه سواء كان توجه تاعه شخصي ولا حتى كان عنده علاقة بالمجتمع، وقال شنو هي الأفكار ولا المعتقدات ولا بعض الآراء وبعض النظريات ووجهات النظر في الحياة اللي لازم تتغير. بزاف ناس غردوا في هذا الهاشتاج هذا اللي ما زالوا ناشط حاليا وفي الأسبوع الثاني على التوالي. من عالم التويتر إلى عالم الابتكارات بيان سور، عالم المواقع التواصل الاجتماعي بما فيها اليوتيوب وحتى تويتر، تداولوا مجموعة من الابتكارات والاختراعات اللي شفناها في معرض لاس فيغاس. معرض لاس فيغاس اللي كان فيه ابتكارات مميزة والفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. من بين الفيديوهات اللي كانت منتشرة كان فيديو خاص بباناسونيك اللي أعلنت أول جهاز تلفاز بين نظام فايرفوكس. فلأول مرة التلفاز الجديد يسمح بعرض تنبيهات التطبيقات على شاشة التلفاز عبر نظام التشغيل فايرفوكس، ومستقبلا سيمكن استقبال وعرض تنبيهات من أجهزة أخرى متصلة معها. نشوفوا هذا التيلي تاع باناسونيك. من باناسونيك تاني كان واحد الفيديو الناس تاني انبهروا به على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خاص بالساعة، ساعة سوني سمارت ووتش 3. يبدو أن سوني تخطط للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة الملبوسة، حيث أعلنت عن تحديث جديد للجيل الخامس من ساعاتها الذكية سمارت ووتش 3 بنظام الأندرويد وير بتصميم من المعدن، على أن تطرحها في الأسواق العالمية في فيفري القادم بنفس المواصفات التقنية التي تتضمن شاشة مقاس 1.6 بوصة LCD. شفنا هذا الساعة كيفاش. من الساعة نروح لكاميرا نيكون، حيث تعلن نيكون عن كاميرا دي 5500 بشاشة لمس، معروف عن شركة نيكون مشاركتها الفعالة في العديد من المعارض والمؤتمرات من بينها الذي يعرض بلاس فيغاس. وضمن مشاركة الشركة في معرض لاس فيغاس، أعلنت عن كاميرا دي 5500 الجديدة كأول كاميرا احترافية من الشركة تعمل بشاشة اللمس.
كنتوا تشوفوا اخبار التكنولوجيا وتاني مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر. مازالكم توجو مستمرين معنا في هاشتاج. نعاودوا نديروا شويه فاصل صغير تاع الانستغرام ونعاودوا لكم من جديد. يلا فيديو كمل. هاي فانزاتي، انا حلا ترك، احبكم وايد، بس حبيت اقول لكم ان هذا اكونت الجديد حلا الترك، بليز ضيفوني. هلا والله، هلا بالعيال، ارعبوا يا شله الفساد، هذا اللي خربوني ذولي انا. خاصة ذا مخربني ذا. ليه خربتني؟ ليه؟ التيس هذا التيس، ما تعرفون التيس؟ أنا عبد الله الشمري. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. كنا نشوفوا هذه المقتطفات اللي خيرتها لكم من الانستغرام، الانستغرام اللي راهو منوع بالفيديوهات تاعو، حتى اليوتيوب منوع. وصلنا لفقرة اليوتيوب اللي نشوفوا فيها أهم الفيديوهات المنتشرة على موقع اليوتيوب واللي عندها نسبة مشاهدة عالية، بالإضافة لفيديوهات الجديدة وتاني الناس اللي يحبوا يتفرجوا عليها. بيان سور تاني نعرضوا في هذه الفقرة فيديوهات انتوما ترسلوها لبرنامج هاشتاج. صديق البرنامج رسلنا واحد فيديو عجبتني بزاف ودرناها في هاشتاج، وش رايكم نشوفوها كيف كيف؟ نعود نبلي ومن جديد. صافي.
إذا نشكروا صديق البرنامج اللي لسلنا هذا الفيديو، نقول لكم أنتم تاني تقدروا تبعتونا لفيديو تواكم أو أي فيديو شخصي ثم تتصوروه وتحطوه في هاشتاج، ما كاش مشكل ندير لكم أي فيديو شخصي نحطه لكم في هاشتاج بيان سور، إذا كان هذا الفيديو هذا لائق ومناسب وبيان سور هذا الشيء هذا يخلق نوع من التواصل بيني وبينكم. وما تنساوش تاني تتواصلوا معايا على الإيميل اللي راهو ظاهر أسفل الشاشة. من هذا الفيديو هدية نروح لليوتيوب ونروح للأفعى الواحد الحنش خوف مولاه بس كل قاه في الفاتيوخة. شركات حية صورة بيد يلا نزدوها مشان نسحبها. خلاص واحد يا عازم هذه خرمها هذه مسموم الشمس الله لا يعلم. شفتوا كيفاش الحنش ولا يصدم حتى لافاتور. من هذا الفيديو نحن نشوفوا واحد الفيديو اخرى اللي عندها نسبه مشاهده عاليه هذا الاسبوع على موقع اليوتيوب. A couple enjoying a trip in a national park in Thailand got a little bit closer to the wildlife than they hoped when an elephant went on a rampage and destroyed their car. Yes, that's right, this wild male elephant took to the roads running through the Chiao Yai National Park and began rubbing up against cars and even attempted to sit on one. A young couple who were inside the sedan were unharmed, but it was a close call as the elephant left the vehicle badly damaged and ripped off the bumper. Most of the drivers sat in their cars waiting for the elephant to stop, and one reversed as the animal edged closer. Park officials, who've now imposed a driving restriction, say there are around 300 wild elephants roaming around at this time of year because it's mating season. من هذا الفيديو هدية نقول لكم يعطيكم الصحة وجسبر عجبتكم حلقة هاشتاج لنهار اليوم. ما تنساوش توصلوا معايا وما تنساوش تبعتونا تاني دي فيديو كما شفنا الفيديو اللي بعتنا صديق البرنامج نهار اليوم. يعطيكم الصحة، نخليكم على الانستغرام ونقول لكم تبقوا على خير. زعلان يا زعلان خليت قلبي حيران، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلع من زمان. لما ترد السلام وين الغزل والغرام؟ لما ترد معيني شخباركم شاكو معكم ما شاء الله تدرس؟ ايه اجا وش هالنور هاللي بوجهك؟ العلم نور العلم نور العلم نور؟ بيبقى ثمن ادمان التليفون غالي جدا. اكيد دي مكالمة مهمة.